مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كرمت الاتحادية الجزائرية لملاكمة بطلتها الأولمبية إيمان خليف خلال حفل شهد حضور العديد من شخصيات الفن النبيل. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.